في مثل هذا اليوم من سنة 34 و300 للهجرة الموافقة للعام 46 و900 ميلادية، وقف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات في مكة المكرمة. ذكر حجاج العراق خبر دخول البويهيين إلى بغداد. بعد وفاة أمير الأمراء في بغداد، توزون التركي في مطلع هذه السنة تولى مكانه كاتبه ابن شيرزاد انزعج ينال كوشة حاكم مدينة واسط من هذا التعيين، وقام بمراسلة معز الدولة البويهي في الأهواز ودعاه إلى الاستيلاء على بغداد ودخل في طاعته. سار معز الدولة البويهي بجيوشه إلى بغداد ومعه ينال كوشة، فهرب ابن شيرزاد وقام الخليفة المستكفي بالله مكرها باستقبال معز الدولة وتنصيبه سلطانا. كما ذكر حجاج بغداد خبر خلع الخليفة العباسي المستكفي بالله. بعد أن تخلص السلطان معز الدولة البويهي من معارضيه في بغداد وسيطر على الحكم، خشية من انقلاب الخليفة المستكفي بالله عليه، فقام باعتقاله ونصب مكانه الفضل بن المقتدر العباسي، وسلم إليه الخليفة المعتقل المستكفي بالله، فقام المطيع بفقع عينيه وحبسه بسبب عداوة قديمة بينهما. كما ذكر حجاج بغداد خبر مسير الأمير ناصر الدولة الحمداني إلى بغداد. غضب الأمير ناصر الدولة الحمداني والي الموصل عندما سمع بخلع الخليفة المستكفي بالله وتنصيب المطيع بدلاً عنه، فسار بجيشه من الموصل إلى بغداد لقتال معز الدولة البويهي. وعندما سمع معز الدولة بذلك سارع ومعه الخليفة المطيع لملاقاته في عكبرة قرب بغداد. وذكر حجاج المغرب خبر وفاة الخليفة الفاطمي القائم ابن المهدي. والخليفة القائم بالله هو ثاني ملوك الدولة الفاطمية في إفريقيا وأول من تلقب بأمير المؤمنين فيها. ولد ونشأ في سلمية بسوريا. دخل المغرب مع أبيه، ثم جهزه أبوه إلى مصر مرتين، فملك في الأولى الإسكندرية والفيوم، وفي الثانية وصل إلى الجيزة وقاتله جيش الخليفة المقتدر العباسي بقيادة مؤنس، فعاد إلى إفريقيا. توفي بمدينة المهدية في إفريقيا عن عمر ناهز 52 عاما. كما ذكر حجاج إفريقيا خبر هزيمة أبو يزيد مخلد ابن كيداد الزناتي أمام الفاطميين. وكان مخلد ابن كيداد قد خرج على الخليفة القائم بالله الفاطمي، وكان عند وفاة القائم محاصراً لمدينة سوسة. فلما ولي ابنه المنصور إسماعيل كان أول عمله أن بعث الأساطيل من المهدية إلى سوسة مشحونة بالمدد من المقاتلين والعتاد والميرة، فخرجت قوات الأسطول مع عساكر سوسة لقتال أبي يزيد الذي انهزم في المعركة وفر إلى القيروان ثم إلى سبيبة. في مثل هذا اليوم صادف نهاية سنة 43 للهجرة الموافقة لسنة 13,000 ميلادية. في هذه السنة توفي المؤرخ العلامة ابن الفرضي الأندلسي. ولد ونشأ بقرطبة، كان فقيها شاعرا عالما في فنون علم الحديث وعلم الرجال والأدب. تولى قضاء بلنسيا في دولة محمد المهدي المرواني. رحل إلى المشرق سنة 382 للهجرة، فحج وعاد واستقر بقرطبة. قتله البربر يوم دخلوا قرطبة.